يعني انا واقفه في محور الضبعه عشان الحيوان اوبر اللي انا كنت راكباه فجاه وقف في الطريق ده كده خلاص، وفجاه قال لي اصل العربيه سخنت. ببص ونزل من العربيه، ببص ورا لقيته بيفك الحزام بتاع البنطلون وبيقول لي نزلت اجري من العربيه، راح قال لي ما تخافيش انا بس عندي السكر، انا لازم كل شويه ادخل حمامي، فمعلش ما تخافيش. طبعا انا نزلت وجريت سبت العربيه وسبت حاجتي في العربيه، وطبعا دلوقتي انا في الشارع. يعني الحمد لله ان انا اول اصلا كنت بتكلم في التليفون قبل ما، يعني اول ما وقف اتصلت بحد من صحابي وقلت له انا بعت لك لايف لوكيشن، فهو ده اللي رعبه تقريبا. بس يعني انا يعني الحمد لله ان انا الصبح، والحمد لله ان انا لسه قريبه من البيت. يعني